بمناسبة شهر الكريم قامت معرض كلنا واحد برعاية السيد الرئيس الجمهورية. قمنا معرض في دمياط الجديدة. المعرض ده بيضم حوالي 30 عرض، 30 عرض متن، يعني كل عرض بيمتاز بمنتج غير التاني بحاجاته، كمان الأسعار. أسعار هنا ما شاء الله، الرز هنا بعشرة جنيه 75، العشرة جنيه الرز، السكر بعشرة جنيه 75، عندنا اللحوم، عندنا الدواجن، الدقيق، المكسرات، كل ما يلزم البيت المصري بأقل الأسعار موجود في قلب المعرض. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله شهر السعادة عليكم جميعا يا رب. المعرض متوفر فيه منتجات كتير جدا مختلفة، الأسعار بتاعتها مختلفة وكويسة جدا في متناول أي حد، الأسعار تمام جدا ومختلفة وفي متناول أي حد، أسعار باختلاف برة كمان، الأسعار قليلة عن برة، أسعار بالجملة وبأقل من سعر الجملة كمان. أنا اشتريت حاجات كتير النهاردة ومنتجات كتير ومختلفة وكويسة جدا. شكرا حضرتك. احنا النهاردة في دمياط الجديدة، وطبعا سعيد جدا بالمعرض، ما شاء الله المعرض فيه حاجات كتير متنوعة والأسعار في متناول الجميع، وما شاء الله طبعا المنتجات أكتر من روعة، والمنتجات طبعا تناسب جميع الفئات والأسعار ما شاء الله عليها يعني. وإحنا النهاردة طبعا حاجة زي كده طبعا بتبقى مميزة جدا، لأن مش بتحصل غير كل سنة. إحنا بنتمنى طبعا إن المعرض ده يستمر على مدار السنة في جميع المناسبات، وإن شاء الله بإذن الله يلبي احتياجات جميع الأسر، ويبقى يعني إن شاء الله شهر فضيل علينا جميعا بإذن الله. شكرا. طبيعي إحنا في معرض كلنا واحد بدمياط الجديدة، طبيعي حضرتك إحنا بنشتري طبيعي من المعرض ده من كل عام في هذا الموسم، وكل عام وانتم بخير. بالنسبة لشهر رمضان الكريم هنا حضرتك، هنا كل حاجة رخيصة بالنسبة للزيت والسكر وأي حاجة. هنا السمنة طبيعي ب 25 جنيه حضرتك، 2 كيلو سمنة الهنا النهاردة ب 25 جنيه، ب 53 جنيه 75 قرش. طبيعي التمر هنا رخيص حضرتك، الزيوت هنا بدأ من 18 جنيه، كل السكر بادئ من هنا 10 جنيه حضرتك، مش موجود في أي مكان ولا موجود في المحلات خالص، هنا أرخص محلات بكتير حضرتك.